فلا باش نحكم شويه في الاداره قبل ما تشوفها تتفرجوا وباش نبدا بدنا في المجال كل اللي نجح الويكاند هذايا في الادفنشر الجديده مع البريد ايدياز بوت كام باش نخدكم في نهاية هذوما نعمل ماما سوف الاحد وحتى انا باش نكتشف معاكم سو نشوف مع بيت كي زون دي زيدي دو بروجي دونك باش نجمعهم مع بعضهم وباش نعمل كومبيتيسيون في الاخر ولا باش نترشح باش نكمل فينال في تونس فوالا هذيك علاش انا اليوم موجوده لهنا واي حاجه اخرى باش نكتشفها معاكم حتى انا عملنا workshop في design thinking so we were working on it and stuff like that عملنا pitching زيادة just to keep you updated
curious butterflies. You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Exactement, c'est ça l'objectif de le vlog. C'est vrai. Comme dit, ma fille, c'est ça. قال يعني انت اول مره تشارك في البوت كامب في منهاك حسيتو تدخل عليهم خاطر بالحق نخدم داخل السيارة ناس تعرف تبيتشي ناس تعرف تحكي وحليكم وحليا وحليا عم خيش was the youngest one يعني موجودة بحلينا خومي ديزال عم بدي نعلن على الانستغرام بس لو دونك بالحق بس ممكن انا على خاطر انك انت تم شارك الحاجة من هكا بيكوز بالحق تعلمت على خاطر ديزا انت يو سو ذات دونك نشوفوا بس هلا في بودكاست بل بحق تي ام بن اكسبيريونس على الاخر بحليهم لي فيدباك سورتو شو كان اكسبيريونس كانت مزيانه انا اي لاف تو بيتش رغم اني نستريسي على الاخر يعني ما يغركمش ما بالحق جاني بكو دو ستريس ايكيبيي سي مزيانه كاليتي دو فورماسيون بالحق توب 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 العبيد هنا توز بحق ساتش ان اميزينغ ويكند رغم اني ستريسي نفسي برشا اما توز سو اميزينغ كم ساعة لين تبدأ تشوف شيء عندهم كده كده اسمع في برشة حس كحتلني خذ البرشة ذاوي إن شاء الله يكون عجبتكم الاكسبيرينس إن شاء الله عجبكم الفلوج وقولوا لي إذا في الكومنتس بلو إذا كنتم تحبوا الفلوجي وفازت كيف من هكا ولا لي ونزيدوها في الشانو حاسيلو It was such a great weekend by the way زوز اللي ربحوا من اللي نزو دونك يوسفوا عليه so happy for you guys you worth it على الأخر وفلا شكرا في adventures أخرينا peace